السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تحياتي لكم، أحمد سمير من قناة جرافيك جايد ودرس جديد من دروس القناة. والنهاردة هنعمل حاجة انطلبت برضو بشكل مستمر، وهي إزاي إن احنا نعمل اليوفط، أو إزاي إن احنا نبني واجهة محل، أو إزاي إن احنا نعمل حاجة زي الصورة اللي قدامكم كده. طبعا انا جمعت الماتيريال بتاعتي وشفت الصوره دي، فقلنا ان احنا ممكن نشتغل على اساسها ونبنيها. انا بحاول اساعد على قد ما اقدر، انا مش تخصصي الانتيريال ديزاين ولا الحاجات دي كلها، بس بما اننا ان احنا ممكن ان احنا نتحكم في البرنامج ونوظفه زي ما احنا عايزين، فاحنا ممكن نعمل الشكل اللي قدامنا ده كده، ونشوف ازاي نقدر ان احنا من بلان او نرسم له بلان، او نشوف ازاي احنا ممكن نشتغله. احنا نشتغل بس الشكل والفكرة، وازاي احنا نقدر ان احنا نعمل حاجة زي كده بسرعة، وازاي نرسم لها بلان على الالستريتور ونصدرها على الفوتوشوب، سوري على السينما 4D ونقسمها. ده لو انت عايز تبني الموضوع من الاول، او انك لو عندك بلان مبعوتة لك من الاوتوكاد او الحاجة وعايز تقسمها. انا قلت ناخد الموضوع بشكل مبسط ونلمه بطريقة مبسطة كده بسرعة، بحيث ان احنا نقدر نشوف احنا ممكن نتعامل ازاي مع الموضوع ده. خلينا نبدأ. هنقول مثلا دي صورة انا جبتها، لو افترضنا ان مثلا الواجهة لو قلنا 6 متر مثلا في 6 متر، خلينا نشوف احنا ممكن نرسمها ازاي. هنشتغلها مثلا لو 2 سكيل مثلا، عشان لو احنا اشتغلنا بالمقاس الكبير ده هيبقى كبير قوي، فاحنا ممكن نقسم المقاس على 10. فلو هو 60، لو هو 6 متر على 10 فتبقى 60، عشان الدنيا تبقى مظبوطة معانا، فممكن نخليها العرض بتاعنا 60 سنتي كده بالشكل ده مثلا كده، هنعملها كده مثلا. وده مثلا الحيطة. تعال نقسم كده الشغل بتاعنا. لو قلنا الواجهة دي ممكن تبقى، لو قلنا دي 2 وده 1.5 مثلا، يبقى 4.5 من 6، يبقى هنمشيها مثلا 1.5. 1.5 ده يعني 15 كويس، ونخلي الحيطة مثلا سمكها يبقى 1 اللي هو هيبقى 10 مثلا. لو شايفه كبير ممكن تخليه نص على حسب. انا ببدأ معاك من الاول خالص في حاجات لو عندك بلان وعايز تقسمها بالشكل ده. وقلنا ده مثلا 2 متر يعني 20 سنتي، هناخد خط 20 سنتي اللي هو هيبقى الإزاز بالشكل ده مثلا كده. او ده لو قلنا ده احنا قلنا خليه برضو سنتي ونص يعني 15 بالشكل ده كده. وعندك العمود هنا قلنا نخليه ممكن نخليه 120، يبقى 12 سنتي بالشكل ده كده. ماشي كده عندنا 4 متر 20، ممكن يعني انا شايف انها ممكن نخليها دي تبقى 20 بالشكل ده كده. ونبدأ نشتغل على الشكل ده برضو كده. لو جينا هنا برضو نفس الإزاز هنخليها كده مثلا. ماشي بالشكل ده، هو داخل جوه شوية. وبعدين الباب هنقول متر. ماشي يبقى نخلي ده، هنقول مثلا نفس الفكرة، لو دي 20 سنتي هنخليها مثلا 30. فممكن ان احنا نجيب هنا نخليها 30 يعني 3 سنتي بالشكل ده كده. الواجهة احنا عايزينها تبقى اللاين مع دي،
طبعا انا الرسم ده بيبقى جاي مظبوط مظبوط وبالابعاد، بس احنا بوريك ازاي الدنيا ممكن لو جاي لك حاجه زي كده ازاي هتبدا تقسمها وتشتغل على اساسها. انت ممكن تبني كل ده على الفوتوشوب على الاستريتر على طول، بس كانت الناس طلبت قالت لو احنا عندنا حاجه زي كده ممكن نعملها ازاي، فيبقى الموضوع شامل كله. هنيجي هنا دي مثلا هنخليها 10 اللي هي متر بالشكل ده كده، نهاية كنترول واي بيجيب لك اللاين تقدر تشتغل على أساسه بالشكل ده، ترجع كنترول واي تاني وهناخد نفس الباب ده هنا كده ونفس الحيطة، وفي هنا إزاز برضو ممكن نخليه 8 يعني 80 سم. يعني خد بالك احنا قاسمين المقاسات بتاعتنا على 10 عشان ما يبقاش كبير قوي، فأي حاجة عندك هتقسمها على 10 بالشكل ده كده. وهنيجي بقى ناخد حيطة اللي ورا بالشكل ده تبقى اللاين مع بتاعنا كده، نشدها هنا نكبر شوية عشان نعرف نشد كده، وهنيجي برضو هنا كده نعمل الحيطة بتاعتنا نخليها برضو مشتركة معاهم كده. احنا قلنا دول كده كام كلهم كده، لو قلنا الطول بتاعنا 39.7 نخلي دي 39.7 وسبعة بالشكل اللي احنا شايفينه. وهنا كده المقاس كده، وهنيجي هنا برضه نخلي دي كده العرض كام 39.7 برضه هي نفس الطول والعرض، هنخلي دي كده معانا كده وندخل الحيطة فيها كده مع بعضهم بالشكل ده كده، ودول كلهم أنا عايزهم مع بعض. هاجي في الباست فيندر واختار عشان يفتحهم لي كلهم على بعض بقت البريك. لو عندك تقسيمة داخلية طبعا انت هتقعد تقسمها بالشكل ده وبالأبعاد بتاعتك، احنا بس هناخد الشكل الخارجي عشان نقدر نشوف احنا عايزين نعمل ايه ومن خلاله نبدأ نشتغل. طبعا البلانات لو جاي لك بتبقى متقسمة بشكل داخلي كمان، احنا مش هنتطرق للجزء ده لان انا مش انتريور ديزاين فمش هقدر افيدك قوي في الموضوع ده، فانا هبدأ بس ان انا اعمل الشكل الخارجي اللي هو ممكن ان احنا نكون محتاجينه اكتر بالشكل ده كده. وهنعمل سيف ونسميه بلان مثلا ونسيبه في المكان بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه. جمع شغلك كله في حتة واحدة بحيث ان انت تبقى الدنيا معاك تمام. AI وخد بالك ان انت لازم وانت بتعمل سيف تختار فيرجن 8 عشان يقبل يفتح معاك على السينما 4D بالشكل ده كده. وهنروح على السينما 4D ونيجي من فايل نقرش على ميرج ونحدد له بقى المكان بتاع البلان بتاعنا ونجيبها كده ونقف ونخليها اول حاجة في السنتر بوزيشن بتاعنا، ولو جينا وقفنا على واحدة فهو مدينا المقاس هنا كبير قوي، ممكن ان احنا نصغر بقى شوية. خلينا نظبط الاول الانجل بتاعنا ده كده، احنا محتاجين ان احنا نعمله فلاب. هتيجي هتخش على الرايت وتبدأ تشوف الشكل بتاعك بالمنظر ده اهوت، وتبدأ تمسك جزء جزء تقسمه بالطريقة اللي انت عايزها، تحطه في اكسترود وتغير الموفمنت بتاعتك للشكل اللي انت عايزه كده. يبقى احنا مثلا هنخلي الارتفاع بتاعه
ولو يكن 2 مثلا، 3 متر، سوري 3، طبعا هو الحجم كبير على الشكل بتاعنا. لو قلنا هنشتغله، تعال نشوف التوتال هنا كده كام بتاعنا، عامل 47 في 40 يعني 470، 470 مثلا. يعني احنا لو نزلنا كيوب كده عشان نحدد بس الحجم بتاعنا، خليناها 470. او ان انت لو عايز تظبط شغلك ممكن ان احنا ننزل ريكتانجل ونعمله هو الأرضية بتاعتنا 470 في 470، ونيجي رايت كليك كده من تاج ونعمل له بروجيكشن بحيث ان هو ايه ما يتحركش، نعمل له زي عملية لوك، ونيجي على البلان بتاعتنا دي. طبعا عايزين نخليها زي ما احنا شايفين كده، نخليها الريكتانجل ده عايزين نغير نخليه توب، ونيجي على دي كده ونصغرها بحيث ان احنا تبقى على قد تقريبا المقاس اللي احنا عاملينه كده اهوت، عشان نبقى احنا شغالين بسكيل كويس. وهنا هنيجي بقى دي طبعا قلت، هنخليها تعالى نيجي على الروتيشن ده، ونيجي على الروتيشن نخليه نقف كده ونخليه 90 بحيث ان هو يبقى الانجل بتاعنا مظبوط، ونلغي هنا ونيجي نبدأ نخلي ده يبقى 3 مثلا، ماينس 3 بالشكل ده، ارتفاعه 3 ماشي. وهنيجي على نفتي ده كده، ده طبعا اللي احنا البلان اللي احنا عملناها ازاز دي، برضو هنحطها اكسترود ونخليها برضو 3، وهنبقى عارفين ان دي جلاس الازاز عشان نبقى عارفين ان دي هتاخد ماتيريال ازاز، دي برضو هتبقى اكسترود. نخلي الروتيشن بتاعنا هنا 0، ونخلي دي 3. خلينا نكتب على دي وول، نكتب على دي وول برضو وول عشان نبقى احنا ماشيين مظبوط. هنيجي على دي برضو، خلي الروتيشن بتاعها 0، وهننزل اكسترود خليه برضو 3، وهنديله بلس ماشي. وهنا دي برضو خليها روتيشن 0، وهنيجي هنا نخليها برضو 300 تمام بالشكل ده كده، وهنيجي هنا برضو نفس الحركة، خلي الروتيشن بتاعنا 0، وننزل اكسترود برضو بحيث انه برضو يبقى مرتفع 3 متر. ودي ممكن نجمعهم كلهم مع بعض كده ونخلي دول نسموهم اول، ودول هتبقى برضو ازاز اهو، هنخليها اكسترود، ننزل لها اكسترود 300، هندخلها مع ودي كمان بالمرة عشان يبقى كله مع بعضه، ونخلي ده كله كده ياخد معانا ماتيريال الإزاز، ويبقى انت جمعت شغلك كله مع بعضه جلاس تمام. ده اكسترود برضو تبع الجلاس، نعمل سيف ونسميه المبنى ماشي. ويبقى احنا كده ايه الدنيا معانا بالشكل ده كده، انت شايف الشكل معاك اهو تمام تمام. نبص بص على الشكل بتاعنا عشان هو
اللي هيبقى الشكل بتاعنا. احنا محتاجين نعمل الجزء اللي فوق ده، ممكن بقى ده كله نعمله بكيوب، منه يبقى السقف ومنه يبقى الشكل بتاعنا، هو بارز عن الجسم المبنى كده اهو. لو افترضنا ان احنا هنخلي ارتفاعه متر بالشكل ده كده، تمام. انا شايف ان هو كده معايا تمام. هاجي على الجزء ده، الجزء ده والجزء ده، هخلي الوول دي ماشي، ممكن مع زميلتها كده اعملهم الاثنين ايه كونكت اوبجكت، ده اللي انا عايزهم حاجه واحده. وهاجي من هنا كده اطلع بره الشكل ده كده، واطول فوق كده، انا عايزه يبقى على قد عشان نغير في الشكل شوية، مش لازم يبقى هو بالظبط، تمام. وهاجي على واحد من الجنب كده هنا، اعمل احش على البرسبكتيف عشان اشوف، اعمل لوك كات، وهاجي من الوش واعمل هنا لوك كات، وهاجي من هنا بالبوليجن احدد جزء واعمل له اكسترود بالشكل ده كده. بقى عندي الشكل بتاعي بالمنظر ده كده. اعمل سيف وتعالى ننزل بلان مؤقتا كده، تمام، ونظبط الرندر بتاعنا، نخليه كورونا، نختار كورونا الرندر بتاعنا، ونظبط الاعدادات بتاعته 15:5 وهاي كواليتي، تمام التمام. وننزل من كورونا، ننزل سكاي نخليها سيمبل كولر، ونخلي القوة مثلا ولا وياكم 8، ونشوف الشكل العام بتاعنا بقى عامل ازاي. بقى ده الشكل العام بتاع المبنى بتاعنا. انا ممكن اخد الكيوب ده منه كوبي كده وانزله تحت، واكبره شوية واخليه اقلل السكنس شوية بتاعه، اطلعه فوق كده، واخد كل الشغل بتاعي بقى ده كده، اطلعه فوق بالمنظر ده كده. انا مش محتاج الريكتانجل ده خلاص. اعمل سيف، تعالى نعمل السما، هنزل سفير اكبره قوي، اكبر السفير بتاعي قوي، وهاجي احوله الى تيبل، وهاجي على الدوت اعمل اشيل الجزء ده انا مش عايزه، وهاجي برضو على الجزء اللي فوق ده اشيله كده، ويبقى معايا بالشكل ده كده. ممكن اكبره شوية كمان، وهاجي على الماتيريال، اجيب نيو ماتيريال، واجيب مثلا رندر او صورة سما بالشكل ده كده. ماتيريال عندي، هجيب اختار اي صورة سما عندي انا بحبها، عندي صورة كويسة هاي ريز. طبعا الماتيريال بتاعتك دي انت ممكن تجيبها من اي، من على جوجل تبدأ تشتغل بيها عادي خالص. انا هاخد الماتيريال بتاعتي ارميها على السفير بالشكل ده كده، واكبر البلان بتاعتي برضه انا مش محتاج كده. بقى عندي الشكل العام كده. تعالى نشوف التفاصيل بتاعتنا اللي هنا، يعني هو هنا من هنا داخله شويه من عند الازاز،
فاحنا ممكن نقطع شويه من حته الازاز، يعني احنا ممكن نيجي على الماتيريال بقى او الجزء بتاعنا، سوري انا هاجي على الجزء ده مثلا اهوت، الحيطه دي هحولها اديتيبل بان تضغط سي، اجي هنا واعمل لوك كات مثلا على الارتفاع ده اهوت بالشكل ده كده، واعمل واحده كمان ماشي، وهاجي هنا اعمل احدد الجزء ده واعمل له اكسترود نعمل كرييت كابس، ونشتغل من البرسبكتيف عشان يبقى معانا اهو، انا هطلعه كده يبقى موازي للحيطه بالشكل ده كده تمام، وهاجي على الجزء ده واعمل له سبليت عشان يبقى هو ده ازاز، واعمل له ديليت، وهاخد الجزء اللي احنا عملناه ده نحطه مع الوول عشان ياخد معانا نفس التكتشر. لو عملنا الشكل ده كده بقى معانا اهو بالشكل، الحتة اللي داخلة هنا دي، وهنا نفس الحركة برضو، هنخش على البرسبكتيف بتاعنا هنعمل كنترول وسي نحوله اديتيبل، ونجيب اللاين لوك كات، وهنيجي نوقف هنا نعمل لوك كات هنا ولوك كات هنا عشان يدينا نفس الشكل اللي احنا عملناه اهوت، نيجي من فوق من البرسبكتيف اكسترود بالشكل ده كده ونطلعه بالشكل ده يبقى معانا كده. وهنيجي هنا برضو نعمل نفس العملية سبليت، ناخد منها كوبي ونلفيها، وهنيجي على الجزء ده ونقول له نرجع نحدده تاني ونقول له ديليت، وناخد الجزء ده نحطه مع الوول عشان يبقى معانا بنفس الشكل ده. وهنا برضو نفس الحركة من البرسبكتيف بتاعنا، هنيجي على الجزء ده ونحوله اديتيبل، ونيجي برضو اللوك كات يعني كده، هنيجي على دي ونيجي هنا برضو نعمل الجزء بتاعنا التاني ونعمل نفس الحركة، ونيجي على البرسبكتيف واكسترود يطلع معانا لغاية الحيطة بالشكل ده كده. دايما خلي شغلك كله بقى على لير عشان انت تسهل الدنيا على نفسك اهوت، وهنيجي على ده ونعمل له ديليت ماشي، وناخد ده نحطه مع الوول، بقى عندنا الموضوع بالشكل ده كده اهو. بقى عندك الدنيا بالشكل ده كده. نقفل بس الأذان كده تمام، الشكل بقى قريب من الشكل بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. السلم برضو الموضوع بسيط، هتنزل كيوب تسحبه كده اهوت، هنعمله بنفس العرض اهو بتاعنا، تقلله شوية تقلل ارتفاعه بالشكل ده مثلا اهو، وندخله كده شوية ياخد معانا تقسيمات ونصغر بالشكل ده كده، انا هخليه ما بين دي ودي، ما بين الحيطة دي والحيطة دي تمام، احوله اديتيبل وابدا انا اظبط على الشكل بتاعي بالشكل ده كده اهو، بحيث ان هو يبقى مظبوط عندي. وهاجي اجيب اللوك كات وهقف كده واعمل اتنين لوك كات كده، وهاجي هنا
ب، هو السلم من هنا ومن هنا، ممكن نعمل دي كده ومن هنا كده، احدد الجزء ده واعمل اكسترود الشكل ده كده ماشي، وهاجي اعمل هنا برضو لوب واعمل اكسترود لبره الشكل ده كده اهو، بداني شكل السلم، وابدا ادخل بقى الشغل بتاعي جوه الشكل ده كده والشكل ده كده. انا يا جماعه ده اجتهاد مني، انا مش راجل بتاع هندسه ولا حاجات، ممكن يكون الموضوع بيتعمل باسهل من كده او حاجه، بس انا بفتح لكم سكك للناس اللي كانت طلبت الموضوع ده بشكل مستمر، فانا بحاول ان انا اوصل لطريقه سهله واقرب لكم الموضوع للناس اللي هي مش عارفه توصل لحد يشرح لها الموضوع بشكل استفاضي شويه، بس احنا يعني بنحاول ان احنا نقرب الدنيا بالطريقه اللي انا ممكن اقدر اساعد بيها الناس، لان بصراحه الموضوع ده ناس كتير قوي قالت احنا محتاجينه، وازاي ممكن نعمل حاجه زي كده وازاي نقدر نقسمها، فانا بقول لك انت ممكن تعمل الموضوع ده ازاي. انا عملت سيلكت للايدجز وهعمل اقف على الدوت واعمل سيلكت اول واعمل اوبتمايز، واجي هنا اعمل بيفل بسيط بس كده، ايه هي مش هتظبط في الحاله دي، ممكن ان احنا نستخدم البيفل هنا نحطها هنا كده ونشوف، لان هي معموله مش هتظبط معانا فملهاش داعي نعملها كده، اهيت بالشكل ده كده اقرب ما يكون للشكل بتاعنا اللي هو ده تقريبا، تقريبا هو نفس الشكل اللي احنا ماشيين عليه. تعالى هنا ممكن ان احنا نقلل شويه السكنس بتاعه السلم وننزله بالشكل ده كده اهو. هنا بالشيء يذكر هو المفروض هنا احنا نشتغل على جزء واحد بس، تعالى لو احنا عايزين نعمل سبوتات ممكن نيجي على الكيوب بتاعنا من فوق السقف ونحوله لتيبل ونعمل من البوليجن نحدد الجزء اللي فوق ورايت كليك ونعمل له انر اكسترود، ان احنا نيجي كده ونشوف احنا عايزين نبرزه قد ايه لبره، يعني ممكن القيمه اللي انت عايزها لو هيكون الشكل ده كده مثلا، ونعمل رايت كليك واكسترود لفوق بالشكل ده كده، يبقى معانا الموضوع بالشكل ده. طب تعالى انا لو عايز اعمل سبوتات نعمل ايه؟ هنعمل كنترول واس عشان بس ايه نسيب الشغل بتاعنا ده، مثلا نكتبه روف او السقف عشان نبقى عارفين روف ماشي، الدنيا وصلت معانا لفين لسه. تعالى صفحه جديده بيدج جديده كنترول وان، تعالى هننزل تيوب بالشكل ده كده اهو، ونقلل سمكه بالشكل ده ان في عشان يجهزها لنا اللاين، تعالى نزود شوية السيجمنتس بتاعتنا بس، تعالى نفلت هنا نخليها ولو يكن 2 هنا الريديوس هنخليه مثلا 2 او نخليه 5 هنا عاملين الدنيا كده، وتعالى هنا هننزل اويل تانك اسف ونكبره بالشكل ده كده اهوت، حوله اوديتيبل وتعالى نضغطه بالشكل ده كده، بقى عندك تعالى قبل ما نحوله اوديتيبل تعالى نلمه ايه ده يعني ايه نلم ده كده سوري نلمه كده نختصره بالشكل ده كده عشان يحافظ لنا على القبة بتاعته، وممكن نحوله بقى اوديتيبل ونيجي من هنا كده ايه نقلله شوية بالشكل ده كده، وكده هيمشي معانا على الوشين، نرفعه كده لجوه كويس، وناخده الاتنين مع بعض كده ونسميه سبوت، وناخده على الفايل بتاعنا ونظبط حجمه، تعالى تاني
نوقف عليه كنترول و سي ونروح على الشغل بتاعنا كنترول و في. تمام، طبعا حجمه كبير جدا بالنسبه للشغل بتاعنا، فاحنا هنصغر خالص الحجم اللي احنا عايزينه اهو. انا مؤقتا دلوقتي تعال على الروف وهنيجي على الايدجز، ركز في الحته دي. هنيجي على لوب سيلكشن وهنحدد السيلكشن بتاعنا، ولو يكن مثلا احنا نشتغل على اللي تحت نحدد السيلكشن. هنروح على مش كوماندس حاجه اسمها ايدج سبلاين، هتختارها فهيعمل لك الجزء اللي انت حددته ده يحوله لك لسبلاين. وتعالى نخليه سنتر، من مش نخليه اكسس سنتر بالشكل ده كده. تمام، وهنيجي على نقف عليه ونخش على الكرود بتاعته، نضغط كنترول وعلى الاكس والواي والزد نعلمهم كده، رايت كليك ونقول له كوبي، ونيجي على الموشن جرافيك ننزل قصد الموجراف ننزل كلونر، ونيجي نقف على الكورد بتاعها ورايت كليك ونقول له بيست، فوجبها لي بنفس الاحداثيات بتاعه السبلاين. وهنيجي على السبوت نعمل له نفس الحركه كده، وهناخد الكلونر هنيجي نختار من اوبجكت نخليه اوبجكت، ونسحب السبلاين نحطه في الاوبجكت، وناخد السبوت بتاعنا نحطه هنا. شوف اللي هيحصل، مشالك على السبلاين بتاعك. طيب احنا دلوقتي عندنا حجم السبوت كبير قوي، فاحنا هنصغر حجم السبوت بتاعنا بالشكل ده كده. ولو وقفت على الكلونر من هنا الكوانتي، انت هنا ممكن تزود الاحجام العدد بتاعك زي ما انت عايز. وخد بالك ان شغلك هنا مش على الكلونر ولا على السبوت، شغلك على السبلاين. يعني انا عايز ادخلهم جوه شويه، فهقف على السبلاين واصغر، هجيب الطب كده واصغر السبلاين لغايه ما يخشوا معايا في السنتر. شايف اهو كل ما بصغر السبلاين، انا شغلي في السبلاين، عايز اطلع فوق همسك السبلاين اطلعه تحت، عايز انزل تحت شغلي على السبلاين مش على حاجه تاني. السبلاين هو العامل الرئيسي بتاعي. فانا لو حركت كده بص اهو كده اهو، انا شايف ان انا عايز ادخلهم جوه شويه، اصغر شويه، حاسس ان انا السبوت صغير هروح للسبوت نفسه واصغر حجمه بقى عندي بالشكل ده كده. تمام كده الدنيا عندي تمام.